ما حكم بروز الشعر من خلف الغطاء غطاء الرأس في الصلاة؟ مع أننا نعلم أن الخروج به خارج المنزل حرام، ولكن ما حكمه في الصلاة؟ مأجورين الشعر؟ نعم. ذكر أهل العلم رحمهم الله أن المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها، وأنه يجب على المرأة البالغة الحرة أن تستر جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها. وبناء على هذا القول، إذا خرج شيء من شعرها أي من شعر رأسها فإن عليها أن تستره في الحال، لأن الشعر شعر الرأس تابع للرأس، والرأس يجب ستره، فيجب ستر الشعر أيضا لأنه تبع له. نعم.